أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. من اللحظة الأولى لإعلان استئناف العلاقات الإيرانية السعودية توجهت الأنظار إلى إسرائيل لرصد ردة فعلها، لا سيما وأنها لطالما رددت أن التطبيع مع الرياض مجرد مسألة وقت. البعض وصف الخطوة الأخيرة بصفع المدوية لها، فهي لا تبعد الرياض عنها فحسب، ولا توقف قطار التطبيع أيضا فحسب، بل تدفع لإعادة النظر في كل الحديث عن تعاون استراتيجي وأمني بين الدول العربية وإسرائيل مقابل إيران. بالمقابل هناك من يقلل من أثر الموضوع وتداعياته السلبية على إسرائيل. فأولا، لا يعني الإعلان طيا لخلافات عديدة وعميقة بين السعودية وإيران، وثانيا هو يهدف لتحقيق الاستقرار والهدوء في ملفات عدة كاليمن. الاستقرار سيكون لصالح إسرائيل. هل يشكل الاتفاق إذن ضربة لإسرائيل أم لا؟ هذا ما سنسأله لضيفينا في المناظرة اليومية. ينضم إلينا في هذه المناظرة دكتور حسن مرهش خبير شؤون الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دكتور إيدي كوهين الباحث والمحلل السياسي والباحث في مركز بيغن سادات. أبدأ معك دكتور إيدي، هذا الاتفاق الأخير الذي جرى بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، هل يعد صفعة لإسرائيل كما وصف البعض أم ليس بالضرورة؟ يعني أهلا وسهلا فيك وبالضيف. صفعة لإسرائيل هذا مبالغ فيه، هذه يعني أخبار سيئة. يعني اللي بيتابع الشأن السعودي والشأن الخليجي مثلي ومثل ضيفك الدكتور برج، يعني بيشوف أنه هذا شيء غريب جدا. بعدما انشتم الإيرانيون 24 ساعة آل سعود وشتم السعوديون، الآن يعني صاروا حلفاء. وبهني أنا للدكتور مرهج على دخول السعودية بمحور المقاومة، وهو طالما يعني تكلم عن السعودية عندكم في استوديو، والآن أكيد سوف يزف ويطبل للسعودية. هذا شيء يعني أنا بشوفه هذا شيء غير طبيعي. يعني هذا كل الحلف الإيراني السعودي غير طبيعي يعني. وأنا أقول لك الصراحة لا أعتقد أن هذا سيدوم يعني، لكن خلينا نشوف. لكن القول انه هذا صف على اسرائيل او اللوم، القاء اللوم على اسرائيل، هذا شيء مبالغ ولا يعني لا ينتمي الى اي منطق. يعني دكتور حسن، لا يشكل صفعة لاسرائيل، ولا يمكن لوم اسرائيل او تحملها نوع من المسؤوليه بانها هي من قادت لهكذا اتفاق والذي اصلا قد لا يدوم وفق رايه. ما ردك؟ مساء الخير لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. أنا باعتقادي هي صفعة مدوية إلى إسرائيل، وعندما تكون الضربة قاسية صاحب المتلقي، متلقي الضربة دائما يحاول من تقليل أهميتها أو سخونتها عليه وعلى ما فعله وبناه على مدار أعوام وأعوام، وبذل الأموال الطائلة و يعني التجنيد كل ما يمكن لإنشاء حلف ضد إيران، ووضع الأموال في وسائل الإعلام لتهييج ضد إيران. والآن وخاصة يعني هناك أمران ما فعلوه دائما إسرائيل والولايات المتحدة، هي الموضوع الديني سني شيعي، والأمر الآخر هي الحلف ضد أو ما يسمى في المفاعل النووي الإيراني. نرى بهذه الاتفاق، وأهم هذا الاتفاق هي الشراكة الصينية الموجودة في هذا الاتفاق الذي وصلها الطرفان. هو ليس يعني اتفاق في ظل التواجد الصيني، وإنما هناك شراكة صينية حقيقية ولها دلالات وأبعاد كبيرة جدا، يعني كما فعلت الولايات المتحدة في اتفاق كامب ديفيد. هي كانت شريك في هذا الاتفاق وليس
يعني هي مراقب على هذا الاتفاق أو فقط ضامن. إذن الصين هي شريك، وإن كانت الصين شريك هناك صفعتان، الصفعة الأولى هي للولايات المتحدة والصفعة الأخرى هي لإسرائيل، لأنه باتت الصين اليوم هي مركز قوة وثقل قوة عالمي، قطب جديد، الكل يريد أن ينتمي إلى هذا الحلف. ورأينا المصالح السعودية عندما تطلبت هذا الأمر والضعف الأمريكي في المنطقة، هذا ما جعل المصالح السياسية اليوم تتطلب مثل هذا الاتفاق، وخاصة في الشراكة الصينية. يعني هذا اتفاق ثلاثي صيني إيراني سعودي يحمل ما يحمل من ثقل ورسائل إلى الولايات المتحدة المتحدة وغيرها، وإفشال كل برامجهم ومخططاتهم على مدار أعوام سابقة. دعنا نعود دكتور إيدي قليلا، لأن هناك تفاصيل كثيرة، دعنا نأخذ رد دكتور إيدي. دكتور إيدي، ما حصل أفشل سنوات قضتها إسرائيل وهي تعمل في حالة تعبئة في مجال العلاقات العامة والإعلام والتأثير على الرأي العام في المنطقة والأمن وضخة الأموال، وكل هذا الأمر من أجل تصوير إيران كأنها العدو في المنطقة وتجييش المنطقة ضدها، كل هذا ذهب هباء منثورا وفق دكتور حسن، واختلطت الأوراق. ما ردك؟ أول شيء أنا بدي أقول مبروك للدكتور حسن عن جد. يعني هلأ السعودية صارت بالمحور عنده، ومحور الممانعة والمقاومة. يعني طال عمرك دكتور، خلينا نسمعك عم تحكي أشياء. أنا بتذكرك بالاستوديو تكلمت أشياء عن آل سعود ما بدنا نذكرها هلأ. أكيد سوف تقدم اعتذار للشعب السعودي وللملك السعودي، مزبوط أم لا؟ هذا سؤال أنا دائما يعني أنا أطرحه. هل الدكتور مغش سوف نجعل الدكتور حسن يوضع هذه النقطة. تابع أوكي. دكتور إيدي، تابع دكتور إيدي ردك على سؤالي لو سمحت. سيدي العزيز، لو كان في علاقات، لنفترض أنه في علاقات كان في علاقات بين السعودية وإسرائيل، وتركت يعني والسعودية تخلت عن هذا الاتفاق وراحت مع إيران، فينا نقول صفعة مدوية. لكن صدقني إسرائيل لم تبذر الأموال مثل ما ضيفك بيزعم أنه نحن صرفنا أموال وهيجنا الشعب. لا، الشعوب العربية يا دكتور، الشعوب العربية، الشعب اللبناني السوري مش تبع بشار الأسد، اليمني، العراقي، الخليجيين يكرهون إيران أكثر مما يكرهون إسرائيل. صدقني إيران قتلت الملايين. قاسم سليماني بيقولوا عنه إرهابي، مش أنا، قاسم سليماني العرب بيقولوا عنه إرهابي قتل. يعني كراهية إيران ومطامعها واحتلالها للدول العربية، شو خص إسرائيل؟ هذا شأن إيراني عربي. دائما تحاول أن تدخل إسرائيل ما بعرف لكي تهرب من الموضوع. إيران مكروهة من قبل الشعوب العربية، مش من إيدي كوهين. إيران هي التي داست على رؤوس السوريين، وشوف قديش عم يعملوا تشييع بسوريا. إيران مكروهة، وصدقني نحن لم يعني نصف كرش واحد. طيب يا دكتور، ما دام كانت لهذه الدرجة مكروهة، لماذا يذهبون إليها وطبعون العلاقات معها؟ يعني السعودية لها أسبابها الخاصة. لك الصراحة كلهم بيقولوا يعني أول شيء نكاية في إيران، في بايدن، الحزب الديمقراطي، في كتير مشاكل بين السعودية وبين النظام الديمقراطي. هذا أولا. ثانيا يعني السعودية بدهم يغازلوها، لذلك قامت بهذه هذه الخطوة. وفي ناس بيقولوا أنه هناك ضربة على إيران، والسعودية كحركة استباقية لحتى ما إيران تفش خلقة أو تضرب السعودية. السعودية قررت في هذه الفترة أن تنضم يعني للحلف الإيراني لكي لا ينتقم منها هذا النظام ويطلق صواريخ عليها. يعني في عدة نظريات، ما فينا نقول فقط طبعت. وعلى فكرة في شرط هذا الاتفاق، يعني لم يدخل حيز التنفيذ.
ما سوف يدخل بعد شهرين ثلاثة لحتى يفتحوا سفارات. الشرط الأول الواحد وهو شرط تعجيزي إنه إيران لا يجب أن تتدخل في شؤون العربية. دعنا نأخذ رد الدكتور. دعنا نأخذ رد الدكتور. الكثير من الأخذ. يجب أن لا تتنفس. دعنا نأخذ. إيران لا تتدخل في شؤون العرب. معقولة؟ دعنا نأخذ رد الدكتور. دكتور كما ذكر دكتور إيدي كوهين دكتور حسن. الآن هذا الإعلان لا يعني بالضرورة قبل أن نتحدث عن الصين ودورها والنتائج بعيدة المدى هو ينظر إلى المرحلة الحالية. هذا الإعلان لا يعني بالضرورة أن الأمور حسمت وحلت، ما تزال هناك فترة زمنية وهي شهران. هذه نقطة. نقطة ثانية، ما تزال هناك العديد من الخلافات العميقة والمتجذرة من اليمن مرورا بالعراق ولبنان وحزب الله، وقد لا يكتب لها النجاح أساسا. ومن تابع صحف السعودية مؤخرا عرب نيوز سوف يجد بأن هناك بعض التقارير التي تستهدف إيران، بمعنى وكأنها تقول لها صبرك، لم نحسم الملفات والخلافات بعد. ما ردك؟ يعني بداية الجهل يولد الخوف، ويعني ضيفك دائما يتحدث في نفس النمط الذي تتحدث وفعلته إسرائيل على مدار أعوام، هي الكراهية والتهديد والتهويل والتشغيل والتضليل والعمل على يعني توجيه الأسهم سهام الكراهية اتجاه إيران، ولكن هذه السهام وهذه الكراهية باتت فاضية ولا معنى لها. وأن يتحدث يعني بعربي هناك وهناك، يعني إيدي كوهن بيطلع على منصة فيها 3-4 زعران يتحدثون بكراهية إلى إيران أو غير إيران، وهو مبسوط يعني هو يرعى هذا الحفل. هو يرعى هذا الحفل بكلاب هاوس ومكيف، ماخذ راحته، اللي ببهدل وفيه ولا هذا، ولكن هذا ليس شأننا. الموضوع هو بالنسبة لما أنت طرحته أنه هناك شهران، هل هناك من تحليل منطقي يعني لماذا اتخذ على مدار شهرين؟ هل يعني هم بحاجة إلى أنه تنظيف السفارات وتحضير السفارات لكي تجهز وكمان شهرين بدها؟ لا، باستطاعتهم استئجار أي فنادق وفتح السفارة يوم غد، ولكن هذه المهلة الزمنية تحمل في طياتها، وهذا تحليل طبعا اعتقادي، تحمل في طياتها الحل العديد من الأمور الإقليمية. هذا الاتفاق يعني بالدرجة الأولى الملف اليمني الذي أتعب السعودية ويهدد أمنها القومي بشكل مباشر، حتى الولايات المتحدة وإسرائيل خفية لم تستطع أن تقدم الحماية والحلول إلى السعودية، ولذلك السعودية توجهت إلى دولة قوية كالصين لترى مصالحها مع الصين وليس مع الولايات المتحدة التي نهبت الأموال السعودية، والصين أتت في علاقة يعني تجارية. نحن نسمع الأمريكان يتحدثون عن ملف الطاقة كثيرا، ولكن الصين هي بحاجة أيضا للطاقة من السعودية. دكتور قبل أن نأتي إلى الصين وحاجتها للطاقة، سألك دكتور إيدي شيئا. قال أنت شخصيا كنت تنتقد السعودية وبشدة من على هذا المنبر، والآن تتحدث وكأنك لمصلحتها وتريد حماية أمنها القومي وما إلى ذلك، ويطلب منك تفسير. سبحان الله. نعم، أنا أتحدث تحليلا يعني بالتحليل، ولا أتحدث في صالح السعودية، ولكن أتحدث أكثر في الإنجاز العظيم التي قامت به إيران تحديدا في سياستها في هذا الموضوع. عندما كنت أنتقد السياسة السعودية انتقدتها لتدخلها في الملفات العربية كلبنان وسوريا تحديدا وتمويل الإرهاب، ولكن السياسة مصالح. والآن لم تعد تتدخل برأيك وغيرت نهجها برأيك. نحن سوف نرى في الأيام القادمة، ولكن عندما تتحدث بشار عن العلاقات الدبلوماسية، ماذا يعني الكلام الدبلوماسي؟ يعني حل كل الأمور العالقة بشكل دبلوماسي من خلال سفاراتهم في المنطقة. يعني هناك العديد من دول في العالم يوجد بينهم خلافا، ولكن كيف هذه الأمور تحل؟ تحل في الطريقة الدبلوماسية من خلال السفارات المتواجدة. نحن لا نقول أن كل الملفات العالقة سوف تحل بين ليلة وضحاها،
ولكن هناك أمور. نحن نرى التقارب العربي اليوم اتجاه سوريا، إذا وكانوا على خلاف وكنا على خلاف وتحدثنا مرارا وتكرارا بهذا الموضوع. هنا تركيا اليوم تقترب وأيضا تحدثنا عن تركيا ومواقفها السياسية. أنا لا أخفي شيء وكله مسجل ومصور، وعندما تحدثت كنا على حق في حديثنا. اليوم تغير السياسي لهذه الدول يجعلنا أن نقف ونراقب ونرى ماذا سيفعلون في المستقبل القادم. نعم دكتور أدي، هل تستطيع أن تنكر بأن ما حصل يشكل صفعة لنتنياهو شخصيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أغرقنا شعارات في حملته الانتخابية أنه سوف يأتي بتطبيع مع السعودية، والآن تفاجأنا بأن التطبيع حصل لكن بين السعودية وإيران؟ وهل تستطيع أن تنكر بأن هذا يشكل فشلا ذريعا ونهاية لأسطورة البعبع الإيراني والناتو العربي الإسرائيلي الذي سمعنا عنه كثيرا منذ صفقة القرن؟ قبل الإجابة على هذا الجواب السؤال، يا راجل دكتور مرج، أنا كنت معك بالاستوديو منذ بضع سنوات وأنت شتمت والدة الملك سلمان. يا راجل يعني فيك تنسي وتتناسى؟ أنا الوحيد الذي أخرجك من الاستوديو. أكيد أخرجتني. أنا لا أقدر أن أسمع شتائم لأنك لم تستطع المواجهة بشكل حضاري ودبلوماسي. طيب نستمع لباقي النقطة دكتور إيدي. بلشت تطبل السعوديين، استنى شوية حتى تشوف الإنتاج السعودي. أنا أجبت على هذا الموضوع، ولا تستطيع أن تجرنا إلى ما هو يعني في دمك الشيطاني. دكتور إيدي أنا سألت هذا السؤال وقال دعنا نرتب الأمور قليلا. أكلتم صفعة هذا كل التهويل للشعب الإسرائيلي اللي عملتوه على مدار 18 عام، بات اليوم كفقاعات ماء منشورة بالهواء. طيب دكتور إيدي دعنا نسمع رد الدكتور إيدي. يعني هذا هو مبالغ. يعني عملنا علاقات دبلوماسية مع المغرب وعملنا مع تشاد مؤخرا، وهذه كل شيء يعني انت بتشوفه ما بتحكي عنه، فقط تتكلم عن السعوديه الان. شوف هذه اخبار سيئه يا دكتور دعنا نسمع دكتور ايدي. لكن انه بتعمل انه هذه صفقه افريقيه، ايدي كوين ما بيعرفه وين على الخارطه هذاك اليوم كان يعترف. مش موضوعنا لكن يا دكتور دعني اسال دكتور السؤال التالي. دكتور ايدي دعني اسالك لو سمحت. الان كنا نتحدث دوما عن ان يكون هناك شراكه امنيه استراتيجيه عربيه خليجيه من ناحيه واسرائيليه من ناحيه ثانيه في المضائق، في ممرات الملاحه المائيه، في البحر الاحمر، في مناطق ربما تصل في الى الخليج العربي. الان كل هذا يستبدل الان بحديث عن ترتيبات امنيه جديده إيرانية عربية، هذا اللي شكل ضربة لإسرائيل. لا 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 أنا أستبعد هذا. أول شيء يعني ما عندي شك أن السعودية ستظل العلاقات وراء الكواليس بين إسرائيل والسعودية كما كانت في 10 أو 20 سنة الماضية، هذا لن يتغير. كل الثقة دكتور مرج أن الوفود السعودية تأتي إلى هنا ووفود إسرائيلية تذهب إلى الرياض، هذا أولا. ثانيا يمكن السعودية كمان دكتور حسن سوف أعود لك الآن أعدك لكن دعنا نسمع إجابة دكتور أدي. أهم شيء من هالمناظرة وخذها مني، هذا الاتفاق لن يدوم. هذا الصراع مش بس السياسي، نعم هو صراع ديني، نعم، ومش أنا اللي خلقته ولا أنت. هذا الصراع اللي عمره 1400 سنة لن يسير. دكتور حسن صدقني سأعود لك لكن نسمع فقط باقي الجملة دكتور إيدي. هذا صراع عقائدي وجودي ديني. الكراهية الفرس للعرب وللسعودية أكثر من كراهيتهم لليهود. من يقرأ الكتابات الإيرانية والفارسية يعلم بأن كرههم للسعودية ولآل سعود
أكثر من كرهم لإسرائيل ولا الصهاينة. دكتور حسن يعتبر كل هذا مجرد ثرثرة. طيب السعوديون يعلمون ذلك. طيب وهذا دعني أسأل هذا لدكتور حسن. لن يدوم. طيب دكتور حسن. دكتور حسن. أكون مسؤول عن كلامي. دعني أسأله دكتور حسن. يقول لك دكتور إيدي ضع إسرائيل جانبا، هناك خلاف عميق وجودي عقائدي سني شيعي لن يمحوه ولن يطويه الإعلان عن إعادة فتح السفارات. هذه نقطة. نقطة ثانية، أنت كنت تتحدث عن الصين، أريد أن نتحدث قليلا عن الصين. نتحدث وكأن أن تتوسط الصين لهكذا أمر يشكل ضربة لإسرائيل، مع العلم بأن إسرائيل لديها علاقات ممتازة مع الصين، لديها تبادل تجاري بمليارات الدولارات مع الصين، ليس بالضرورة أن يشكل ضربة لإسرائيل، ربما يشكل منفعة لإسرائيل، أليس كذلك؟ بداية كل الثرثرة التي تقدم بها ضيفك يعني هي بس من خيبة يعني خلينا نقول من الخجل، الخجل الذين لا يعرفون هو ورئيس حزبه ونتنياهو أين يضع وجوههم. يعني فيش خلاف سني شيعي نهائيا برأيك؟ كان هناك خلاف سني شيعي بالأصل لم يكن، ولكن هناك كان من يشجع هذا الخلاف كإيدي كوهين وكإسرائيل وأمريكا، ولعبوا على هذا، يأتوا للسني يخوفونه، يعني البعبع الإيراني سوف يحتل السعودية ويضرب دول الخليج، ولكن نسمع هذا بوسائل الإعلام الإسرائيلية وحسب كما تحدثت. الذي حصل اليوم هناك في الخليج العربي الآن، يعني هناك سيطرة من الجانب الشرقي والغربي، السعودية في الغرب وإيران في الشرق. ماذا سوف يفعل إيدي كوهين في هذا الموضوع؟ ماذا تفعل الولايات المتحدة اليوم التي كل نفطها تأخذه عبر هذا المضيق ومضيق هرمز وغيره؟ هذا بداية الأمر. ثانيا، الصين اليوم عندما دخلت في هذه الشراكة، نعم الصين كان لها علاقات تجارية مع إسرائيل، ودخلت في بعض يعني اشترت بعض الشركات الغذائية الكبيرة في إسرائيل، وهذا ولكن إسرائيل بطلب من الولايات المتحدة جمدت كل المشاريع التي كان من المفروض أن تطرح. الصين تستثمر في مشروع كبير جدا وهو القطار الذي يمر من تل أبيب ومدن رئيسة في إسرائيل. هذا من ضمن الملفات الذي كان بالسابق، هناك الملفات وهناك شركتين كتنوفا وأوسيم هما ما هدوا، وبعد ذلك تم طلب من إسرائيل بتجميد ما تزال هناك المشاريع. أعمال كبيرة جدا في إسرائيل جارية دكتور، نتعلم ذلك الصينية. لم نسمع عنها، ولكن نحن نعرف التوجه الولايات المتحدة والطلب. إذن الصين مع ذلك هي رأت مصلحتها أيضا موجودة مع إيران والسعودية، كما لإسرائيل أيضا مصالح مع الولايات المتحدة وغيرها. أما بالنسبة للإسرائيليين الذين يدخلون السعودية، يعني نحن نعرف فقط يوم أمس بإذاعات إسرائيلية برشة تبيت صرحوا بأن هناك وفد ثقافي كان المفروض الإذاعة الإسرائيلية بإحدى المشاريع أو بإحدى المؤتمرات الثقافية في السعودية، وهناك يتخلل الأمم المتحدة، والسعودية رفضت إدخال هذا الوفد الإسرائيلي إلى السعودية، وهذا فقط يوم أمس، يعني لا نتحدث عما قبل وأما ما يحصل وراء الكواليس، أو هل يدخلون السعودية بجوازات أجنبية، وهذا أمر يعني أمر يختلف كليا، من يدخل في جواز إسرائيلي أو من يدخل في جوازات أجنبية، والحمد لله أغلب الإسرائيليين لديهم جواز أو اثنين أو ثلاثة، والله أعلم ما أهداف هذه الجوازات. دكتور إيدي، أن تتوسط الصين، ألا يعني هذا تضاؤل هيمنة الحليف الأول والأكبر لإسرائيل في المنطقة ألا وهي الولايات المتحدة، ونتحدث عن تغلغل الصيني أكثر في المنطقة، وأيضا تليها روسيا، وكلاهما هما أقرب استراتيجيا إلى الدول العربية والدول التي تعتبر عدوة لإسرائيل كإيران؟ أول شيء أنا بسمع ضيفك وأكاد أبكي، يعني الدموع تنزل من عيوني لما بسمعه عم يدافع عن السعودية، يعني صدقني هذا الشيء يعني مثل ما لك دكتور مثل ما بيقولوا آخر الدنيا، يعني دكتور حسن جاوب على سؤالي لو سمحت، أنا روح شرف على الانتهاء. جاوب موضوع الصين ملاحظة، يعني بس ملاحظة. دكتور حسن دعنا نسمع دكتور إيدي لو سمحت. دكتور حسن بقي دقيقة. دكتور إيدي صدقني إسرائيل تحاول
أن تلعب مع الحبلين، نقول صراحة شوي مع الصين شوي مع أمريكا شوي، ما بدها تزعل هاي شوي. ما بتسترجيش تزعل الولايات المتحدة التي طلبت منها تقلص الأعمال الصينية هنا؟ للأسف ما حدا بيقدر، أمريكا لا تقدر، والصينيين يعني يتغلغلون في، وجاء بومبيو ومنع إسرائيل في كل الشرق الأوسط. وإن شاء الله نشوف الدكتور مرهج في الرياض وعلى شاشات العربية، وإن شاء الله يدافع عن السعودية، وهذا وتمنياتي له بالنجاح في هذا المشروع الجديد مع السعودية. طيب أشكركم جميعا، أشكركما دكتور أدي كوهن الباحث والمحلل السياسي والباحث في مركز بيكن سادات، وأيضا دكتور حسن مرهج خبير شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لكما، وبهذا نصل إلى ختام المناظرة اليومية. إلى اللقاء.